اسمح لي بس اخد لانه دايما احنا بنرجع لراي الشرع في هذا الموضوع. دكتور عبد المنعم, يعني كيف اعتنى الاسلام بالطفل؟ قال لنا ايه الاسلام, نتعامل مع الطفل ازاي, وفكره يعني تعليمه السلوكيات والاهتمام بيه وان انا ابقى معاه واحده واحده وعدم ايذائه لا 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 جسديا ولا نفسيا حتى, واخد بالي من كلامي معاه. يعني كلمنا في ده يا دكتور من فضلك. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عليه الصلاة والسلام. حضرتك لخصتي كل اللي أمر به الإسلام في الكلمتين اللي قلتيهم حضرتك. كيف اعتنى الإسلام بالطفل, كيف رباه, كيف اعتنى بسلوكياته. بس قبل ما أتكلم عن هذه القضايا يجب أن أضع حتة معينة. إني تحضر أي دولة وتقدم أي دولة يوم ما نجدها تعتني بالأطفال وبالمرأة. صحيح. أي تحضر في العالم المرأة في الغرب بتعمل, ممكن أكمل حاجة ثالثة؟ تفضل. وكبار السن والحيوانات. ما هو الأطفال والمرأة وبعد كده وكبار السن, كبار السن والحيوانات. شوف القرآن قال إيه بقى في الحاجات دي كلها. لكن الصورة الأولى مباشرة دليل التحضر والمدنية ليس استيراد قوانين لتعلمنا ماذا نفعل مع أطفالنا, ماذا نفعل مع أبائنا, مع أمهاتنا, إنما تعالي ننظر إلى الأمر الداخلي القلبي الذي يعتقد اعتقادات لو خالفها هيدخل يا جنة يا نار, واحدة من اثنين, ما فيهاش لا يجيب لك محامي ولا عشرة ولا عشرين ولا قوانين ولا أي حاجة. زي إيه يا فندم؟ زي مثلا الطفل, أول حاجة قبل ما ننتج الطفل في المجتمع أنظر إلى الأب. الأب كيف اختار الأم, ما هي طريقة الاختيار؟ أي واحدة, واحد تعجب واحدة حلوة يروح يتجوزها, وتاني يوم تبص تلاقي المشاكل بدأت دب لأنه معرفش إن الجمال ده ممكن ينتهي ولا. صحيح. لكن في الآخر قال فاظفر بإيه؟ فاظفر بذات الدين تربت يداك. دي مش موجودة في المجتمع. صحيح. الآن أغلبها يعني. صحيح. الناحية التانية إن إحنا ما نظرناش إلى سلوكيات النبي مع الأطفال صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. النبي في حياته, أنا بقول دليل التحضر إيه في المجتمع المعاصر, إن أنا ما ضربش طفل ولا امرأة مثلا. النبي في حياته كلها لم يضرب طفلا على الإطلاق, ولم يثبت في سطر واحد من سطور التاريخ أن النبي ضرب طفلا أو ضرب امرأة صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. تعالي شوف المجتمع الآن مش عارف الحاجة دي. ده احنا بنهزر مع بعض بنقول الام دلوقتي بتمشي بالشبشب لاولادها علشان المذاكره, وتمسك الشبشب للتاني. فالقضيه اكبر مما الوعي الديني اللي احنا بندور عليه. ده ما نتكلمش عن الدين, تعال نشوف قانون رقم كذا, قانون رقم كذا. طيب احنا هندخل في متاهه وسيقان القوانين, والقوانين مطلوبه وهننسى اصل الدين. لكن تعالي انا نشوف النبي, ده النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم يوم دنا من خدر فاطمة وقال لها يا فاطمة إن عليا يذكرك, يعني عاوز يخطبك, بكت. بكت ليه؟ لأنها عارفة الأب بيعتني بيها, عارفة الأب بيحضنها, عارفة الأب مش بياخده يقتل ابنه, عارفة الأب مش بيروح يرميه في ترعة, عارفة الأب مش ما بيهملش ابنه عشان يصدر له قوانين الإهمال للطفل في الشارع مع أصحاب السوق وما يسألش فيه ولا يتابع. ومن هنا ولا كان السلوكيات اللي انت حدثت عنها, سلوكيات النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال. يمسك ابن عباس كده ويحضنه ويقول له يا غلام لما تيجي تاكل شوف الإتيكيت الإسلامي بقى, احنا بنقول إتيكيت الغرب, شوف الغرب يعمل يقول شوكة والسكينة, شوف بقى سيدنا النبي يقول للطفل يا غلام, يا غلام ما قالهوش يا ولد يا ابن كذا, بدأ يتكلم معه بأسلوب هادئ. سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك إلا لقطات الثلاثة الحلوة دي. شوف الأدب والأخلاق, الولد ما يلغوش في الله, وأول حاجة يبدأ بتسمية الله, وبعد كده يأكل مما يليه, مش يأخذ في أي مكان. هذه تعالي بعد كده يجي ربنا يقول لك الولد ده حافظ عليه من قبل ما وهو في بطن أمه أن تختار له الأم الطيبة, ده رقم واحد. رقم اثنين ولا تقتلوا أولادكم
من إملاق. نحن نرزقهم وإياكم. اللقطة الثانية نحن نرزقكم وإياهم. طيب بيقولوا مثلا فلان المتهم بقتل أولاده. المتهم بقتل أولاده بيقولوا إنه هو كان رجل ثري. ها؟ إذن القتل ليس قضية أموال ولا فقر. فإذا وجد من يقول إن الفقر هو سبب قتل الأولاد، طب تعال نشوف الثاني اللي عنده أموال وبيقتل الأولاد. إيه السبب؟ قضية إن الوازع الديني مش موجود. يا دكتور إحنا بقينا دلوقتي بنقول القيامة قربت. وده من علامات الساعة. من علامات الساعة. من علامات الساعة أن يقتل. أم تقتل ولادها أو لو ولادها ماتوا غصبا عنها تاخدهم في كيس وترميهم في الشارع. أو أن أب يقتل ولاده ده من علامات الساعة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم كما قلت حضرتك هذه النقطة بالذات وبيقول من علامات الساعة كثرة الفتن وكثرة الهرج. قال وما الهرج يا رسول الله؟ أشار النبي بيده كده قطع. نذبح ونقتل. أيوه وده اللي حاصل. دي من علامات إيه؟ الساعة. من علامات. إذن أنا معي عدم توعية في المجتمع. قبل ما أجري على المحاكم وأتعب المحاكم وأتعب القوانين في أعالج المشكلة عن طرق ثلاثة. الطريق الأول الكنيسة والمسجد. الطريق الثاني المدرسة. صحيح. تكاد المدرسة الآن لا يوجد فيها أي وعي على الإطلاق، لا بسلوكيات الأطفال ولا بسلوكات الأساتذة، يغيبون قبل الأطفال، والولد شاف الأستاذ غايب مش جاي تاني يوم. ما عنديش قدوة يا فندم. يبقى إذن ما عنديش قدوة. يبقى إذن التربية والتعليم أين كلمة التربية والتعليم كنا نرددها زمان؟ التربية افتقدت والتعليم ما حدش موجود فيه. لابد من عودة الاثنين تون. التالتة الإعلام. الإعلام لابد أن يحرض تحريضا كاملا على الرجوع إلى الأخلاق. لكن كل يوم أنشر السلبيات ولا آتي بإيجابيات، لا أنشر طرق التوعية في المجتمع، كيف تحترم أبوك، كيف تحترم أمك، كيف أني أنا أبين للأب أنه الولد ده مسؤولية أمامك أمام الله سبحانه وتعالى. وإزاي دورنا في الإعلام نبرز النماذج الإيجابية من الشباب والفتيات حتى اللي بيعملنا وما أكثرهم من أجل دعم الآباء والأمهات، بدل ما نقرأ عليهم فقرات من سورة الإسراء مثلا ولا فقرات من تربية الأوصين الإنسان بوالديه، نقدم له فيلم كذا، فيلم الديزل، فيلم الأسطورة، فيلم كذا إلى آخر هذه الأشياء. يا قدم كما تشاء بس اجعل فيها لقطات تربوية. الآن لا توجد لقطات تربوية للآباء قبل الأبناء. أنا أريد أن أربي الآباء قبل ما ينجبوا الأبناء. أربيهم إزاي؟ في المدرسة، في التعليم، في الكنيسة، في المسجد، في الإعلام. وحضرتك شايف أنه لا علاقة للفقر أو للناحية المادية بفكرة الاحتواء الأسري للأطفال. الواقع في المجتمع الآن أنه في ناس بتقتل وهي ثرية، في ناس بتقتل وهو في كامل بس يشرب كاس خمر، لأني ما يعرفش حاجة. خمس مرات في اليوم لما يدخل المسجد ويسمع آيات قرآنية ويسمع التوصية بالأولاد والتوصية بالأمهات والتوصية بالزوجة وعشرهن بالمعروف والتوصية وصينا الإنسان بالله عليك، كلمة واحدة قد تغير حياة الإنسان. كل ده بدأ أول ما تكلم أنت توعظ لي، أنت تاخدني مع موجود أبو فاطمة، أبو فاطمة هيودينا. أبو فاطمة ما يروحش للناس اللي ما تتبعهوش ولا ما يبقاش شفيع للناس التي لا تتبعه. أبو فاطمة عليه الصلاة والسلام كان يعتني بفاطمة وكان يعتني بالحسن وكان يعتني بالحسين وكان يصلي وهم يركبوا على كتفه، والسيدة عائشة هي ومعه وكان بيلعبها ويدلعها وتنظر إلى المسجد لترى الأحباش صغيرين دول غلمان الأحباش في يوم العيد بيغنوا والنبي صلى الله عليه وسلم وقف لغاية ما تنتهي من فرحته. فين معاشرة الرجل لامرأته؟ فين معاشرة الرجل لأولاده؟ كل هذه الأشياء تحتاج إلى رجوع لسلوكيات النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما نرجع للقوانين الدولية وقبل ما نرجع لقوانين مجلس النواب ومجلس الشعب. تعبناهم في القوانين، لكن يجب علينا أن نساعد الدولة في أن احنا ننشر الوعي وثقافة التعايش، ثقافة الأدب، ثقافة. هو فرعون كان إيه شغلته؟ كان قاعد يقتل الأطفال. جاء الإسلام حمى الأطفال. النهاردة اللي بيقتل طفل أو امرأة تقتل فيها فرعون صغير في قلبها. يجب أن نخرج فرعون الصغير ده
لندخل مكانه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. صلوا على من واسى طفلا مات عصفوره. ألم يجدك يتيما عليها أفضل الصلاة فآوى. طفل اليتيم والطفل الصغير وطفل كل هذه الأشياء ده حتى في الرضاعة يا أختي اعتنى به الإسلام في الرضاعة. صحيح. وقال لأمه خليك في البيت وإنت يا فلان يا بعلها عليك تعطيها النفقة عشان تتغذى وتبقى قوية وبعدين ترضع الولد. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة حتى الرضاعة. لكن حماهنا تقعد في الأوتوبيس أو في المترو وترضع الولد حماية لعرضها وحماية لطفلها. كل هذه الأشياء مفقودة في مجتمعنا. يجب أن تعود هذه الأخلاقيات إلى المجتمع. والله سنكون في أرقى أنواع المجتمعات وهذا ما حثنا عليه الإسلام. سيادة النائب هل في مقترحات بتغيير بعض التشريعات المتعلقة بالقانون؟ وأنا برضو حتوجه بالسؤال ده بعد حضرتك للدكتور عزت. هو يمكن